في خبر مغاير صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات، وينص هذا المرسوم المؤرخ في 20 من مايو الجاري على أن ارتداء القناع الواقي يعد إجراء وقائيا ملزما على جميع المواطنين في الطرق، الأماكن العمومية وأماكن العمل، إضافة إلى كل الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور. وألزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل المتاحة، وبما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية. وأشار المرسوم نفسه بأن كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.